عندنا دلوقتي تحدي الجرادل والكور، هنشوف مين من الفريقين اللي هيحافظ على اكبر عدد كور ممكن. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي اند جو. الله الله عليك، في كرة وقعت هنا. الله الله يا ابني، الله يا استاذ طارق. الله يلا هدلو. اي كرة تانية وقعت. برافو يا ماما، والله برافو. يلا تمام. يلا يا مين ادلو. خلصتي؟ تعالي هنا، تعالوا الاسره بقى كلها كده. يلا يلا حبيبي، برافو برافو يا حموز. دن دن يلا تعالي يا لينا، تعالوا هنا. نعد بقى فريق لحظه. حضرتك امسكي لي الجردل كده. يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 كده. الفريق الأحمر كام؟ 11. يلا الفريق اللي بعده هاتي لي جرد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 كورة واحدة زايدة عند الفريق الأصفر يخليهم يكسبوا برضه في التحدي ده. بس جريت جوب والله الفريقين، برافو 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 برافو. تعالوا نشوف هنعمل إيه تاني. يلا بينا. اللعبة الغير متوقعة، فرقعة البالونات، ما بنعرفش أبداً أبداً نتوقع مين اللي هيوصل البالونة الأخيرة، بس إحنا دايماً جاهزين بنشجع، مش كده ولا إيه؟ يلا بينا الريدي ستيدي على طول جو. يا حمزة ماشي ركز. ماشي عادي. الله يا حمزة مكانك، من مكانك. إيه ده؟ الله من مكانك برضو، برافو جيس. خطوة واحدة يا حمزة، خطوة واحدة بالظبط كده. يا سلام على خطوتك، خطوة أقل شوية يا حمزة. يلا يا جيسي. خطوة البرجل ما شاء الله. يا جيسي. ها؟ إيه ده؟ برافو. ركز يا موز. برافو برافو، ركز بس. يلا يا حمزة ركز في بلدي. برافو، خطوة واحدة يا جيسي. يلا حمزة، خطوة أنت كمان؟ بس كده، لا لا لا، خطوة كبيرة قوي دي. يلا. خطوة يا جيسي. برافو يا معلم. يلا يا جيسي. خطوة بقى يا جيسي في نفس مستواه. يلا برافو، خطوة بقى واحدة. خطوة يا حمزة، خطوة يا حمزة واحدة بس. من هنا من هنا من هنا، خطوة نفس المستوى نفس المستوى. مين هيفرع بالونة الزرقاء الأول؟ مين مين؟ حمزة شفته بحمزة ولا جيسي؟ بسرعة يا جيسي، يا جيسي بسرعة. حمزة الفريق الأصفر يضرب. تعالوا من جديد وجديد وجديد، تعالوا بقى نروح نشوف هنعمل ايه عند البلاي ستيشن.